لاعب النجف طاهر حميد، إشادة المدرب البرازيلي فييرا فخر لي وعلى بقية المدربين إنصافي. أكيد إشادة كبيرة من مدرب كبير، مدرب حقق إنجاز للعراق، الحمد لله والشكر. هذا المدرب إنه مو نقول إنه عراقي أو عندك علاقة معاه أو هاي، أتمنى من المدربين اللي يسمعون هكذا تصريح عليهم إنهم يعرفون قيمة طاهر حميد، على الجميع إنه يعرف قيمة طاهر حميد. أنا ما جاي أقصد واحد، بس بالعكس جوز الفترة المضت إنه أكو ظلم تجاه نادي النجف، تجاه اللاعبين، دعوات المنتخب. أتمنى 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 من الجميع أنه ينظر لنادي النجف، أنه يتابع مباريات نادي النجف. عندنا هواي لاعبين تستحق منتخب وطني، من ضمنهم طاهر حميد. يعني واحد ما يريد أنه يمدح نفسه، أو الحمد لله والشكر دا نقدم بالمباريات، دا نساعد زملائنا، دا نساعد الفريق.